أيام افتتاح المدارس ذاتا نحن كإداريين بلشنا بافتتاح المدارس والتحضيرات، تحضيرات من إعادة بناء، توفير القرطاسية ومستلزمات المدرسية بجميع أنواعها كأدوات للتدريس في جميع المجالات الإعدادي، في مجالات الإعدادي والثانوي مثل صور، هياكل، كمبيوترات وما ذلك. افتتحنا المدارس على هذا النحو، وتم استقبال تقريبا حوالي 15,000 طالب في جميع في على مدى 3 مراحل، ابتدائي اعدادي ثانوي، وعدد المدارس 72 مدرسة من خطوط الجبهة إلى النواحي في شيراوا. 72 مدرسة تم افتتاحها. يوجد بعض المدارس في خطوط الجبهة مثل أم القرى، الوردية، نيرابية، قرى شيراوا، ناحية شيراوا مثلا، إبين، زيارة، برج القاص. هذه القرى كلها تكمن في خطوط الجبهة. أحيانا نضطر في العام الدراسي لإغلاق هذه المدارس بسبب القصف العشوائي على الأهالي والمدارس، ومنها مدارسنا تعرضت للقصف مثل مدرسة قرامل، تعرضت للقصف، يعني جاء القصف في منتصف المدرسة، ومدرسة أخرى في قرية بينه. في قرية بينه أيضا جاءت نزلت قذيفة في وسط المدرسة، وأدى ذلك إلى أضرار مادية كبيرة، لأن أيام العطلة كانت في أيام العطل أثناء نزول هذه القذائف، كنا نضطر إلى إغلاق المدارس وذلك لإصلاح هذه الأضرار. من الناحية التعليمية نحن نحاول بشتى الوسائل أن نعمل جاهدين على إدرار العلم، إدرار الأخلاق والتربية في جيلنا وبناء الأجيال وإدراجهم في المسلك التعليمي. نؤمن لهم الكتب، نؤمن لهم القرطاسية، نؤمن لهم البدائل، التي بدائل الحاجات التي أضاعوها في سنوات الهجرة والقصف التي حدثت في حياتهم. وهم يعني دائما بشكل عام يناشدون ويواظبون على وصولهم لهدفهم، وصولهم لهدفهم من الناحية العلمية، لبذلهم وبذلهم كثير من الجهد لإحياء لغتهم، لغة الأم. ونحن هنا في شهباء وعفرين، إقليمين كمقاطعتين متعايشتين مع بعضهم البعض من كلا المكونين، نشارك في مدارسنا كلا اللغتين، لغة العربية واللغة الكردية. بدرس بمناطق الشهباء، وبدرس بمدرسة شهيد جاكدار، وبدرس بمكون العربي كمان، ومدرستي كمان فيها مكونين، مكون عربي ومكون كردي، ونحن هنا مختلط عم ندرس والحمد لله ما في مشاكل. ومن ناحية الدراسة يعني ما بدنا مقصرين، والأساتذة مو مقصرين معنا، والدراسة عنا هون ممتازة، ورغم الظروف والمصاعب اللي عم نواجهها يعني كل الصعوبات عم ندرس وعم نقدم. ندرس هون مدرسة في مدرسة شهيد جاكدار مكون عربي، ومنهاج إدارة ذاتية، والمنهاج كتير حلو وكتير بسيط، بس بده تركيز على الدراسة شوي للطلاب يفهموا. ونشكر الأساتذة بيتعبوا علينا كتير، ورغم الصعوبات والقصف اللي عم يصير على المنطقة نحن بنضل مستمرين بدراستنا. درست أم درباري خاندن دب آخوان خاندن روماتا قلانا خاندن دهلاكم روغ بيش كبا بريا زمان أنقو بريا تشاء أم هرم روغا كي ناس لكن دجمن أوقص
ريش ملات كرد كا جبوك زمان ما قرب كا تقص ايش زمان ما بك انا كار قرب كا امجا عفرين كنت باركرن جبوك ام زمان خدور كافن لدي سما تبستان جا احتاس لفاكر او ام فيري خاندن دبن دا غير كاري تقص ايش زمان ما بك ام مج خاندن ما زمان دايك ما دور ناخينا هر مروفك بيستي اخب زمان دايك هيا دوایی ده از دکارم بیشم امله بند و وگر عفرین اینا دست بکر ده امده دربار زمان خواه ده با آخوین و نها وکی که اندزانن امده دبستان خواه دخوینن و هر کس دخوازن که زمان ما تونه بگن لی اما او تشنای قبول کرن اما دی جیوه تشتی رابن و وکی که اندزانن بری انها به 5 سالان امجا عفرین خواه در کردن جبر که چطه ترک خواستن کردان تونه بگن لی اما او تشتی نمبر و چه بیوی زحمیتو جی ام دف زمان خبر من دون جبر که زمان دایی که یا زمان اساس دی جیان هم مدایه خواد انزانستیم به فرد به هر بشک جزانستیم